موجودين في جريدة الوطن علشان نحافظ على سلامة الصحفيين واكتشاف برضو الأمراض المبكرة لو في أي حد مصاب أو أي حاجة يلحق يتعالج يعني. مبادرة الرئيس ل 100 مليون صحة الكشف عن الأمراض السارية والغير سارية فيروس سي والضغط والسكر والسمنة والنحافة اللي هي الكتلة. المريض بيجي أي حد يحمل بطاقة رقم القومي فوق 18 سنة وتكون البطاقة سارية بيدخل على السيستم وبندخل بياناته بياخد رقم الكارت بتاعه بياخد رقم كارت سيريال نمبر يعني وبس وبيدخل على بيجي عندنا بعد كده يقيس طول ووزن وبعد كده بيقيس الضغط والسكر وفيروس سي النتيجه بتاعت فيروس سي بتظهر من 5 دقائق لتلت ساعه بس والايجابي بنحوله المكان يتعالج فيه عن طريق التامين يا اما عن طريق القرارات نفقه الدوله وبرده مريض الضغط والسكر لو ملوش اي جهه علاج يعني تامين او قرار او كده بنحوله بيتعمل لاقرب مستشفى او اقرب فرع للتامين الصحي اللي هو الجهه التابع ليها يعني بس المريض بيروح هناك يتلقى العلاج اللازم وبيتعمل له التحاليل وفحص شامل.